بسم الله الرحمن الرحيم. متتابعي دار الشباب الافتراضية لولاية طهران، مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله رايح نبداو في الدرس الأول في مبادئ برنامج الفوتوشوب، تابعوا معنا. أعزائنا متتابعي دار الشباب الافتراضية، نعاود نرحبوا بكم من جديد. تكلمنا وقلنا المرة اللي فاتت بلي فوتوشوب هو برنامج خاص بإنشاء وتعديل الصور. نأكدوا مليح على هادو زوج نتاع المفاهيم ونحاولوا كيفاش نبسطوا إنشاء وتعديل الصور. وتكلمنا عن واجهة البرنامج، نعود نذكره اليوم بشوية تاع تفصيل. فوتوشوب ولا واجهة نتاع فوتوشوب، الانترفاس نتاع فوتوشوب هذه هي، وتتكون من حاجة الفوقانية كاع في الأعلى، عندنا لا باغ دو تيتر، عارضة العنوان ولا الاسم. علاش تسمى بهذا الاسم؟ خاطش فيها على اليسار شوفوا اسم البرنامج فوتوشوب، على بها عارضة العنوان أو الاسم. وعلى الجهة اليمنى نلقاو ثلاثة نتاع الأزرار، تخوا بوتون اللي يسموهم لي بوتون ديتا، واللي هما معروفين فيرمي أغوندي غي ريدويغ. من تحت هاد العارضة كاين عارضة ثانية واللي هي عارضة القوائم، لا باغ دي موني، اسمها نعرفها باغ دي موني، معناتها فيها لي موني، فيشي موني، إيديسيون موني، والبقية كيف كيف. نروحوا من بعد، خليوا هذه العريضة نقولوها، نروحوا لهذه العريضة على اليسار، عريضة عمودية ويسموها لا باغ دي زوتي، عريضة الأدوات. ماذا بيا جماعة ومتتبعين تاوعنا نعرفوا كيفاش نسمو هاد لي باغ ولا هاد الأدوات بلا لغة العربية واللغة الفرنسية. باغ دي زوتي، عريضة الأدوات. فوقها كاين باغ اوبسيون دوتي، اوبسيون دوتي معناتها كل ما نخير او نختار او نفعل واحد من هذه الادوات الا اني نشوف هذه العارضه راح تتبدل، معناتها كل واحدة تعطيني خاصيه ولا تعطيني خصائص اداه من هذه الادوات، على اسمها باغ اوبسيون دوتي، خواص الاداه اللي راني مفعلها. على الجانب الايمن كاين سمينا المرة اللي فاتت لي باليت ولا لي باليت، وكل باليت يسموهم لي باليت فلوتونت كذلك، وكل باليت تتكون من دي فولي، تقدر باليت كولور فيها 3 فولي. وهنا عندي مساحة العمل وين رايح نكري الفيشي نتاعي، الملف او المشروع نتاعي. باختصار شديد هذه هي واجهة برنامج الفوتوشوب. كي نروح نحكي على الجهة اليمنى لي باليت، لي باليت فلوتونت، كاين كل واحد وكيفاش يخدم على حسب الاختصاص تاعه كيفاش يخصص الواجهه نتاعه. كاين اللي يقدر، علاش يسموا لي فلوتونت؟ معناتها نقدر نديبلاسي كيفاش نحطهم بواحد الطريقه ارتجاليه ولا مؤقته، كيفاش نعاود نكيف الواجهه نتاعي ولا ليسباس دو ترافاي تاعي، كيفاش نهيئه على حسب الخدمه نتاعي. قلنا بلي برامج الفوتوشوب يخدموا به الناس اللي يطوروا الصور، صور فوتوغرافيه، صور اللي نعاودوا ندمجوها على الويب، الناس اللي يخدموا صور اللي نعاودوا ندمجوها في الفيديو، وفيها اختصاصات اخرين. لهذا كل واحد كيفاش يوجد ليسباس دو ترافاي تاعه، مساحه عمل تاعه، ونقدر نكيفها كيما نبغي انا، كيما نقدر نعاود نردها كيما كانت في الاصل. نروح عند المنيو فنتر، نروح عند اسباس دو ترافاي ونعاود نرده كيما كان باغ ديفو، ولا نسمي ان نوفو اسباس دو ترافاي تاعي كيما بغيت انا ونجستريه اونجستري ليسباس دو ترافاي نتاعي. في حالة إذا ما فتحت البرنامج ولقيت الواجهة كيما هكا، كان الناس اللي تتخوف ولا تدهش ولا مش عارف وين البرنامج يخوفها، حدا تعاود تبلع تعاود تخرج، شنو نروح ندير؟ نروح عند فنتر اسباس دو ترافاي، ونروح عند اسباس دو ترافاي باغ ديفو، يعاود يولي البرنامج تاعي، تعاود تولي واجهة البرنامج تاعي إلى أبسط ما هو ممكن، ونروح نخدم بشوية.
الحاجه الاولى اللي راح نتكلموا عليها في هذا الجزء الاول ان شاء الله ما راحش نطول عليكم، هي كيفاش نفتح ولا كيفاش نكريي ملف جديد. قلنا هذه سميناها بار دي موني، عارضه القوائم. الامر ولا الامرين الاولين في هذه القائمه كاين نوفو وكاين اوفغيغ. امرين، نوفو معناتها ملف، انشاء ملف جديد، واوفغيغ معناتها اوفغيغ ان فيشي ديجا اكزيستون، معناتها هذا الملف ولا هذا المشروع كان ديجا عندي من قبل ولا خدمت عليه من قبل. نشوفوا نوفو هي اللي تهمنا، تخرج لنا هذه النافذة الصغيرة ولا هذه لابواط صغيرة. هذه شا نقدر نتكلم فيها. الحاجة الأولى عندنا لو نو، معناتها اسم المشروع ولا اسم الملف اللي رايح نخدم عليه، لو نو دو بروجي ولا نو دو فيشي ولا لو نو دو دوكيمون. هو باغ ديفو عطاني سون تيتر وعطاني الإمكانية كيفاش نبدل له اسمه. من بعد عطاني الفورما، معناتها الأبعاد نتاعه ولا الفورما نتاع الملف تاعي. أنا اللي يهمني شوالا نروح كيفاش نحدد لارجور، معناتها العرض وارتفاع لاوتور نتاع الفيشي تاعي. حنا غادي ناخذوه هذه المرة كيما راه هو باغ ديفو، سي 16 سنتيمتر، وياخذ راه آخذ داي وحدة القياس نتاع الملف تاعي بالسنتيمتر. نقدر نبدلها بالبيكسل، بالبوس، بالسنتيمتر، بالمليمتر، بار بوان، بار كدا. حنا غادي نديرو حنا ما نعرفوش، رانا اليوم عاد كنبداو فوتوشوب، نروحو للأسهل ما يمكن. دينا وحدة قياس الملف تاعي ولا الأبعاد تاعي هي السنتيمتر، معناتها الملف اللي رايح نخدم عليه فيه 16.2 سنتيمتر في العرض، وفيه 11.99 سنتيمتر في الارتفاع. الحاجة الثانية هي الريزوليسيون. هنا جماعة ما نكسروش ريسانا، الريزوليسيون على حساب وين راك باغي تخدم. إلا باغي تخدم من فوتو طلع على 300 بيكسل بار سنتيمتر، سينو إلا باغي تخدم في الويب خليها 30 حتى 70 بيكسل بار سنتيمتر. نروحو للمود، هذا اللي يهمنا أكثر. وجماعة ركزوا معايا على كلمة مود، زوج صوالح، كي نقلع في الملف تاعي لواش راني مسحقه، معناتها وين رايح نعرض الملف تاعي. يا إما الملف تاعي غادي يتأفيشا في ان تيليفيزور إكخون داتا شو منا، يا إما الملف تاعي رايح نطبعه سور بابي. وهنا كاين فرق كبير وكبير بزاف، لأن هذاك راح ينشاف في تلفزيون وحبست هنا، والآخر غادي يتأمبريما سور بابي. من بعد غادي نشوفوا شهم مالا الأخطاء اللي قادرين نوقعوا فيهم وين نكريي ملف، نكريي فيشي تاعي، نكريي بروجي راني نخدم في ديبليون، نخدم عليها غاية الغاية، نفيني لي كولور تاعو، حليتك ساعة ملاحة كل شيء. من بعد كي نروح نأمبريميها يجي عندي يقول لك يا ودي ما تأمبريمتش مليح، ونقعد نشكل على رواحنا، كارتج ماشي أوريجينال، الأمبريمونت خاسرة، وهي الديفو كان فينا النهار الأول كي خدمنا الملف تاعنا. هذه جماعة نروح عند لو مود، نفتح يا إما يا إما، كاين زوج نتاع لي مود. هادو ثلاثة صافا ما غاديش نعرفوهم، بصح مازال ما جاش وقتهم. لو مود ار في بي، هذا لو مود نتاع وين الملف تاعك راح تعرضه على شاشة، معناتها غادي تستعمله في فيديو، غادي تستعمله كوم ايماج، بصح سير تخليها غير في الويب ولا المستهلك ولا المتتبع تاعك غادي يشوفها في تلفزيون، ما غاديش يامبريميها. تقدر يكون تلفزيون، تقدر يكون بورتابل، طابليت كذا، المهم غادي تقعد غير في تلفزيون. لو مود زاوج سي لو مود سي ام جي ان، سي ام جي ان هذا لو مود وين غادي لو فيشي تاعك يتامبريما، غادي يفوت على طابعه، غادي يفوت على اون امبريمونت، غادي يتامبريما سور بابي. الا تبعتوني كاين فرق، هنا الفيشي تاعي غادي نشوفه غير في تلفزيون، في شاشه عرض، سواء تلفزيون طابليت، وهذا غادي يخرج سور بابي، امبريمونت، امبريمي، طابل تراسونت، المهم كاع الادوات اللي المهم في الفيشي تاعك اللي غادي يتامبريما سور بابي، ما غاديش يقعد في تلفزيون. باغ اكزومبل حنا رانا نخدموا في فوتو، معناتها نروحوا نخدموا سور فوتو اللي غادي نبيبليها سور انترنت. نقعد في لو مود ار في بي، روج فيغ بلو، روج فيغ بلو، لو مود اتيتاتيف. لو مود سي ام جي ان سي لو سيون ماجونتا جون والنوار، هو اللي نامبريمو به هذوك ثلاثه تاع لي كارتوش اللي راكم شايفينهم في لابريمونت، صفر واحمر واربعه تاع لي كولور.
RVB. من بعد حاجة الأخيرة هي لو كونتوني نتاع لاغيير بلون. تبغي تخليه أبيض، تبغي تديه لاغيير بلون، تبغي تديه ترونسبارون. دروك حنايا بيسك رانا مبتدئين يا جماعة، رانا نقولوا رانا مبتدئين، نروحوا ونخلوه بيض وندير أوكي. أعطاني ملف نتاعي، هذا هو. لحد الآن جماعة رانا رايحين حبة حبة غير بشوية، والهدف تاعنا ماشي أن نديروا حاجة كبيرة، وإنما رايحين نشوفوا واجهة نتاع برنامج، ورايحين ندخلوا في برنامج غير بشوية بشوية. نتمنى نكونوا خفاف وما نكونوش تقنع عليكم وما نكونوش ودرناكم، والصح راه جاي من بعد. نروح ونعود نولو إيه في الفاصل في الوسط. بغيت نمد شكري وتقديري للجماعة اللي راهم يخدموا معنا، المصورين والتقنيين اللي راهم واقفين معنا في دار شباب الافتراضية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وجماعة اللي قلناها نعاودها، ريحوا في دياركم وإحنا نجيب لكم المعلومة غير عندكم.